إسلاميات سبعة. هل تعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام في السنة الثانية للهجرة؟ هل تعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مر عليه شهر رمضان 9 مرات فقط؟ هل تعلم أن هناك دعوة للصائم لا ترد عند الإفطار؟ هل تعلم أن الصوم من ضمن ضربات القلب ويقوم بخفضها؟ هل تعلم أن الصيام يخلصنا من السموم التي نكتسبها من الوجبات السريعة؟ هل تعلم أن صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام؟ هل تعلم أن في شهر رمضان ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي قال عنها الله عز وجل إنها خير من 1000 شهر؟ هل تعلم أن الصوم يعتبر وقاية للنفس من اتباع الشهوات والانقياد خلف الشيطان؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة بدو 22. مع السلامة.